يصابونا باسم الاب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل لنا نعمته وبركاته وتعزياته في هذا المساء المبارك امين. استاذنكم اللي معاه الكتاب المقدس هنقرا من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الرابع، وهنقرا من انجيل معلمنا متى الرسول الاصحاح 12. انجيل معلمنا لوقا اصحاح 4 من اول عدد 17. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وهنقرأ من إنجيل معلمنا متى الإصحاح 18 من أول عدد 21. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاءه كان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي. أفما كان ينبغي إنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. اتنبأ أشعيا النبي بمحتوى رسالة الرب يسوع في تجسده، كأنه بيتنبأ بخطة العمل اللي الرب يسوع جاي يعمله على الأرض، والكلام ده كان قبل ميلاد الرب يسوع بمئات السنين. الحتة اللي قريناها في لوقا 4 كانت تحقيق للنبوة بتاعت أشعياء في أشعياء 61. المنطوق بتاعها كان بيقول إيه؟ روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمؤسرين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد، ويبنون الخرب القديمة. لاحظ في النص بتاع أشعيا واللي ذكره معلمنا لوقا، ذكر مساعدة المساكين، بشرى للمساكين، وإنه جاي يعصب منكسر القلوب، القلوب المجروحة،
وكمان ينادي بالإطلاق للمأسورين وبالعتق للمسبيين، وكمان ينادي بسنة الرب المقبولة. أراد ربنا إنه يعلن عن نفسه إنه المسيا اللي اتكلمت عنه النبوات، وحب يلخص يعني خطة العمل بتاعته، جاي بيبشر بالفرح للمساكين، جاي يدي الحرية للمأسورين وللمثقلين بالخطية، جاي يعطي البصيرة وتغيير الذهن للي ظلمت قلوبهم وأفكارهم بخبرات الخطية والاسم، وكمان يدي غفران، جاي يحرر من كل ضعف، زي بالظبط، ودي الحتة اللي قال عليها بتاعت سنة الرب المقبولة، زي ما كان بيتحرر اليهودي من كل دين في سنة الرب المقبولة ديت. وهقول لكم كان الرمز بتاعها، كانت سنة اليوبيل اللي اتوصفت في لاويين 25، كانت بتتسمى سبت السبوت. كل سنة يعني كل أسبوع ليه يوم سبت، وكل سنة كل 7 6 سنين ليهم السنة السابعة اسمها سنة السبت، تتزرع الأرض 6 سنين، ويجوا في السنة السابعة الشعب يريح الأرض، وربنا يدي خير في السنة السادسة، خير يكفي 3 سنين. كمان في كل 50 سنة تيجي سنة اسمها سبت السبوت، ودي اللي هي سنة اليوبيل أو سنة العتق. كانوا في السنة دي يطلقوا كل العبيد أحرار، حتى العبيد اللي صقبوا أذانهم، لأن لما بيجي يحرروا عبد والعبد ده مش عايز يسيب البيت بتاع سيده، كان يجي عند العتبة ويقول أنا أحب سيدي، يروحوا خارمين ودنه ويفضل العبد ده موجود. لكن لما تيجي السنة الخمسين يطلقوا كل العبيد حتى اللي هم اتثقبت ودانهم، وتتحرر كل الأراضي المرهونة وكل القروض اللي خدوها على تمن الأرض يسامحوا فيها. باختصار كان العام ده يسمى عام الغفران، وكأن الرب يسوع لما مسك سفر أشعياء وهو قاعد في المجمع واتكلم وقال لهم كده، الوعد اللي انتوا بتسمعينه ده دلوقتي بيتحقق، فأذانكم هنبدأ سنة الإطلاق، سنة العتق، سنة الفصح، يعني الغفران. حتى لدرجة إن سنة 50 أو عدد 50 بيشير للحرية، فكأنها كمان سنة تحرير. وكانت بتبدأ سنة اليوبيل ديت بيوم اسمه يوم الكفارة، وده اليوم الوحيد اللي يدخل فيه رئيس الكهنة لقدس الأقداس. كلمة يوبيل لفظ عبري بمعنى قرن، ومعناه الأصلي النفخ بالبوق، ودول لأنهم كانوا بينفخوا بالبوق في يوم الكفارة. معلمنا القديس بولس في عبرانيين 9 يقول إن كل اللي حصل ده أو اللي كان بيحصل ده كان رمز للسيد المسيح لما اتكلم على الرب يسوع إنه رئيس كهنتنا. فيقول في عدد 24 و25 عبرانيين 9، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. هكذا في عدد 28 بقى، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. وكان كل الشعب يتحولوا من حالة التذلل الكبيرة في يوم الكفارة لحالة فرح وبهجة في عيد المظال، واللي كان بيجي بعد يوم الكفارة
ب5 أيام، وكان عيد المظال يستمر 7 أيام يحتفلوا كلها مظاهر فرح وبهجة. يقول كده في لويين 23: وتأخذون، عدد 40: وتأخذون لأنفسكم ثمر أشجار بهجة وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام. الفرح الحقيقي كان نتيجة من نتائج نوال الغفران، نوال الحرية، الإطلاق. مزمور 32 يقول كده: طوبى للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. واقتبس الآية دي بالظبط معلمنا بولس في رسالته في روميا الإصحاح 4 وعدد 7 و8. المزمور ده كان من ضمن المزامير اللي بيسموها المزامير الأشيرية، واتسمت كده لأنها بتبدأ بكلمة طوبة، وكلمة طوبة بالعبري معناها أشيري، ومعناها كده أقصى حالة من السعادة والفرح، يعني أي سعادة للذي غفر اسمه، فرح بالغفران. كأني بقول إن أنا اتنقلت من مديون عاجز على إنه يسدد لغني بالبركات الإلهية. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا. في كلوسي 2 عدد 13. والكنيسة الجميلة تعلمنا إن إحنا نردد اللحن: بموتك يا رب نبشر. يعني نعلن الفرح، بشارة مفرحة بالخلاص اللي قدمه الرب يسوع. وخدوا بالكم، الرب يسوع ما كانش جاي لمجرد انه يشفي مرض ويقوم ميت ويحل مشكلة، رغم ان دي كلها يعني اعمال عظيمة اظهرت بقوة لاهوت رب المجد يسوع. لكن الاعظم ان الرب يسوع كان جاي عشان يخلص البشر، يخلصهم الخلاص الروحي، الخلاص الابدي، الخلاص اللي ليه قيمة باقية، مش اللي هتضيع قيمته بعد فترة من الزمن. لأن حتى اللي رب يسوع قومهم من الموت زي العازر، زي ابن أرملة نيين، زي ابنة ييروس، كل دول عاشوا شوية لكن ماتوا الموت الجسدي بعد شوية. وربما حتى اللي رب يعني حللهم مشكلة جسدية أو نفسية ممكن يكونوا رجعوا تاني لنفس المشكلة بعد فترة، لكن الرب يسوع مستمر إنه يتدخل في حياتنا ويحللنا مشاكلنا ويشفينا من أوجاعنا والآلام اللي بنتعرض ليها. لكن ما ننساش إن هو سمي يسوع لأنه إيه؟ يخلص شعبه من خطاياهم الخلاص الأبدي. حتى تلاحظوا حضراتكم في مرقس 2 لما نزلوا الراجل المفلوج من السقف، ربنا يعني أرى قلب الراجل المريض ده وقال له إيه؟ مغفورة لك خطاياك. فالناس اتذمروا: من هذا الذي يغفر الخطايا؟ لا يغفر الخطايا إلا الله وحده. فالرب يسوع عايز يوصل لهم إن هو الله وليه السلطان إنه يغفر الخطايا. راح مديهم علامة، مش لأن دي هي القضية، لكن عشان يعرفوا سلطانه على غفران الخطايا وان الله ظهر في الجسد. قال للمفلوج ايه؟ قم احمل سريرك وامشي، فقام للحال. الرب يسوع كان عايز يقول لهم ويقول لنا: اللي عملته في الراجل من جوه اهم مليون مره من اللي عملته له في جسده. ايما ايسر، اني الاسهل، ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ام ان يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ الاسهل ان اقول له قوم احمل سريرك وامشي، لكن عشان اقول له مغفورة لك خطاياك كان لازم اشيل خطاياه واروح بيها على الصليب واختبر مجروح لاجل معصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. ويدعونا القديس بولس في عبرانيين 12 ويقول ايه:
ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. ناظرين، يعني خلي المسيح هو المركز، مش نفسك، مش الأنا، هو مثالك. تصوروا حضراتكم كده لو الأرض بطلت تدور حوالين الشمس وفضلت إنها بس تدور حوالين نفسها، هيحصل هلاك للأرض. عشان كده يقول ناظرين ويقول فتفكروا، خلوه قدامكم، عينيكم على المسيح المتألم، يكون مصدر إيمان، مصدر احتمال، مرشد ودليل في سلوكنا. الرب يسوع احتمل الصليب واستهان بالخزي، واحتمل من الخطاه مقاومه. يجي عند الصليب بعد كل اللي احتمله من آلام وإهانه، ويحول قضيه اليهود من قضيه قتل عمد لقضيه قتل سهو، ودي اللي موجوده اتكلم عنها سفر العدد اصحاح 35. اللي قتل عمد يتقتل، لكن اللي قتل سهو يروح يودوه مدينة الملجأ لحد ما يموت رئيس الكهنة الأعظم ويبقى حر بعدها. ربنا في كل اللي حصل ده حول قضية اليهود، رغم أنه عارف أنه هو جايز بقساوة قلب عمله كده، لكن حول ليهم القضية لقضية قتل سهو عشان يدي مثال لينا في المغفرة، وكمان يديهم هم فرصة ان هم يتوبوا. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والقديس بطرس الرسول يقول كده، الرب يسوع عمل كده، وانتم نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا. يعني خليكم زيه، خليكم باصين عليه. قديس بولس في كلوسي 3 يقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. والحتة اللي احنا قريناها في إنجيل معلمنا متى اللي صح 18، مثل ده الرب يسوع بناء على استفسار القديس بطرس، بيقول حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، كم مرة يغلط وسامحه، هل إلى 7 مرات؟ وده كان في نظر القديس يعني بطرس إن ده آخر احتمال، يعني 7 مرات ده هيكون بطل. فيرد الرب يسوع يقول له لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. يعني بالحساب كده 7 × 10 × 7، يعني كمال في كمال، لأن عدد 10 والمضاعفات بتاعته 100 و1000 والكلام ده يعني بيدي إلى ما لا نهاية، يعني ملوش آخر، حساب أو مغفرة ملهاش آخر. ما يجيش وقت عليا وأقول إن أنا استحملت كتير، يقول لا. وكان وجايز ربما الرد ده يعني كان مش مقنع لمعلمنا بطرس، او عنده استفسار جوه قلبه، راح الرب يسوع يقول كده، راح يكمل يقول له يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديون ب10,000 وزنة. وتعالوا نعرف ايه هي الوزنة دي. الوزنة دي بتساوي 3000 شاقل، والشاقل كان ب12 جرام، وزنه 12 جرام. يبقى لو افترضنا، او مش افترضنا، اللي بيقوله الرب يسوع المثل اللي بيقوله 10,000 وزنة، نضربها في 3000 هيطلع كام؟ هيطلع 30 مليون. ال 30 مليون دول ناخدهم نقسمهم على 12،
اللي هو الجرام، وبعدين الناتج نقسمه على 1000 عشان نحوله لكيلو. عارفين يطلع كام؟ يطلع 2500 كيلو، يعني 2 طن ونص. عارفين حضراتكم خيمة الاجتماع؟ خيمة الاجتماع يبقى الحسبة دي تعمل كام؟ 2 كيلو، 2 طن و500 كيلو. خيمة الاجتماع كلها كان فيها 29 وزنة بس، خروج 38، والهيكل استخدموا فيه 3000 وزنة ذهب و7000 وزنة فضة في أخبار أيام 29. يعني لما تحسبها بالدينارات، ال 10000 وزنة اللي كانت على العبد ده، تطلع ملايين الدينارات، ملايين. وأجرة العامل حضراتكم عارفين أجرة العامل كانت إيه؟ عبارة عن دينار واحد يشتغل من أول الصبح لحد غروب الشمس وياخد دينار، في المثل اللي اداه الرب يسوع. يعني الراجل المديون ده مديون بملايين الدينارات، ملايين أيام عمل. نكمل يقول إيه؟ وإذ لم يكن له ما يوفي، الدين يعني كبير جدا، يجيب منين؟ أمر سيده أن يباع، معكش تتباع وبتمنك تسدد. طيب وانا يعني لو اتباعت اجيب كام في سوق العبيد؟ يقول له ما انتش بس اللي هتتباع، امرأتك اولادك وكل ما له ويوفي الدين، برضو مش هيجيبه حتى ولو جزء من الثمن. فيقول فخر العبد، مش قادر، هيجيب منين؟ وسجد له قائلا يا سيد تمهل عليك فأوفيك الجميع. دول ملايين، يعني حتى لو تمهل هتوفي ازاي؟ والسيد فاهم كده كويس جدا، يقول فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ترك ليه الدين؟ يعني برره، يعني كأنه بيقول له ما عليكش حاجة. صوروا إحساس واحد مديون بملايين الدينارات والدين بيقول له ما عليكش حاجة، امشي. يعني حالة الفرح اللي عليها الشخص ده تبقى عاملة ازاي؟ يبقى مش يعني طاير من الفرح. لكن يقول للمثل ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاءه كان مديونا له ب100 دينار، يعني بالحساب واحد على يعني واحد على كذا مليون بقى من اللي لسه متسامح بيه. فأمسكه وأخذ بعنقه، يعني مسكه من رقبته قائلا أوفيني ما عليك، هات اللي عليك. طب ده لسه حالا واخد صق مديونية خالص، وماسك أخوه اللي مديون ب100 دينار، أوفيني ما لي عليك. يقول إيه؟ فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل عليك فأوفيك الجميع. نفس الكلام، نفس الكلام اللي هو لسه قايله لسيده، هي نفس الجملة. المفروض يقول له إيه بقى؟ يقول له خلاص. يقول المثل فلم يرد، مرضيش، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. يعني السيد العظيم يغفر والعبد يرفض الإيه؟ الغفران. وأنا نفسي بعمل كده، أنا نفسي بعمل كده. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير، كأنه بيقول له يعني ما انتش مكسوف، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت مني، فما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ عمل إيه سيده؟ قال له يعني مش أنا قلت لك سامحتك؟ لا. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي ما كان عليه. ويكمل الرب يسوع ويقول إيه؟ الكلام ده لينا، هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. لما بدأ المثل قال يشبه ملكوت السماوات، يعني اللي عايز يدخل السماء، يدخل ملكوت السماوات، مطلوب منه 3 حاجات: أحب، اللي من غيرها
مش ممكن ادخل؟ الشاب الغني لما سأل الرب يسوع ماذا اصنع لارث الحياة الابدية، قال له تحب الرب الهك وقريبك كنفسك، افعل هذا فتحيا. تاني حاجة، بلاش تدين، لا تدينوا كي لا تدانوا، لان بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. تدين الناس تاخد حقك دينونة، اسامحك بملايين، تمسك على اخوك ب100 دينار ادينك بالكل. تالت حاجة، اغفر. في صلاة انا الذي اللي بنصليها كأني انا وانا بصلي حاطط الشرط لربنا، اغفر لنا كما نغفر، اغفر لي يا رب زي ما انا بغفر للناس. هل انا بغفر؟ هل انا بسامح؟ لو بغفر او بسامح، طب بسامح لحد فين؟ لحد 7 مرات اخر حاجة. الرب يسوع وضح للقديس بطرس وبيوضح لنا الكلام كله لينا. عايز تعرف وتفهم ايه ملكوت السماوات؟ تسامح علشان تتسامح. انت تسامح وانا سامحك اضعاف، ولو ما سامحتش اطالبك بكل اللي عليك. انا اللي مديون بالكتير للرب يسوع، كل يوم ربنا بيدهوني هو فرصة جديدة ان انا استثمر فيه، استثمر فيه حب، استثمر في غفران. قدام الدين الكبير اللي اتسامحت انا بيه، مطلوب مني احط حاجة بسيطة جدا يعني قدام الدين الكبير ده. اعمل ايه؟ اسامح اخويا، احب اخويا، ما دينش اخويا. وبيتسموا الطريق الملوكي او السلم الى الملكوت، لان كل واحدة فيهم بوعد. سامح يقول ان غفرتم يغفر لكم ابوكم. انك تحب، حب الرب الهك وتحب قريبك تحيا. ما دينش اخويا يقول لا تدينوا كي لا تدانوا. التلاتة كل واحدة فيهم بوعد. ممكن اقول بس انا مش قادر، يعني مش سهل عليا. ربنا يقول اثبت فيا وانا فيك. لما تثبت فيا، المسيح اللي فيك هو اللي هيسامح، هو اللي هيحب، هو اللي مش هيدين. ده لسه سامعين دلوقتي، اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون، لا يعلمون، مش عارفين، ده هم غصب عنهم. الرب يسوع اللي جوايا هو اللي يقدر يسامح. الرب يسوع في يوحنا 15 قبل صلبه كان بيكلم التلاميذ على الثمر، ان لازم يكون فيكم ثمر، وقال لهم كده مش ممكن تثمروا من غير ما تلتصقوا بيا زي الاغصان مع الكرمة. وده معناه ان يكون عندنا علاقة وثيقة حميمة بالرب يسوع. يقول كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أسأل نفسي إيه أهم من يكون لي علاقة بالرب يسوع؟ ليه أخسر العلاقة معاه؟ ليه أسمح إنها تتعكر أو تتعطل الشركة مع الرب يسوع؟ عشان كده معلمنا بولس كورنثوس الثانية 11 بيقول كده، ولكنني أخاف، أنا خايف عليكم، إنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. لأن عدم الغفران بيدي رخصة للشيطان إنه يعمل جوه حياتي. عشان كده يحذرنا معلمنا بولس يقول لألا يطمع فينا الشيطان. اوعوا تجهلوا الأفكار بتاعته. هو عايز يظلمها. هو عايز يمحي من قدام عينينا أثار الخطوات بتاعت الرب يسوع، عشان نتوه في الطريق ما نوصلش. كلمة غفران في اليوناني اسمها أفي إيمي. معناها ايه؟ تبعد او تزيل يعني جدر المرارة اللي جوه قبل ما يتسمم او تتسمم الحياة كلها. معناه انك تعفو عن العقاب او تعتق المخطئ من العقوبة.
المشكلة إن إحنا كتير مش بنفهم، وأنا أقولكم إن مشاكلنا الخارجية هي في الغالب نتاج لجروح جوانا، بنحاول أحيانا بأنشطة ومشغوليات ويمكن بالخدمة، لكن للأسف مش بتنجح إنها تعالج جوانا. بالعكس، ساعات بينطبق علينا الكلام اللي اتقال على المرأة نازفة الدم: أنفقت كل معيشتها وصارت إلى حال أردأ. لكن يجي الشفاء من جوه، والغفران يعني هو يعني بلسان الشفاء الداخلي. لما بيحصل شفاء جوايا كل الأمور بره بتبقى أفضل. عشان كده معلمنا الرسول يوحنا يقول: أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. يعني نفسك ناجحة جوه، في الخارج هتكون ناجحا وصحيحا. لأن بصراحة حضراتكم أكيد مجربين، أنا اللي بدفع ثمن الخطية بتاعت عدم الغفران لأخويا هنا على الأرض، ذكريات وأفكار عمال عدو الخير يقلبها في دماغي، عدم راحة بال، غضب، مرارة، وفي الأبدية يقول المثل: يسلم للمعذبين، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. والسؤال اللي أسأله لنفسي: إيه اللي بيديني الحق إن أنا أرفض تقديم الغفران؟ إذا كان معلمنا بولس قال كده: مع المسيح صلبت، وده أكيد إيماني، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ده في غلاطية 22. يجي في روميا 6:6 يقول: عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. إذا كنت زي ما بتقول الآيات ديت، يعني صلبت بالفعل مع الرب يسوع وهو دلوقتي عايش فيا، يعني مين أنا إن أنا أمنع ربنا اللي جوايا إنه يغفر؟ لو أنا ما غفرتش كأني بنكر المسيح اللي ساكن جوايا، وكأني مش مصدق إنه اتغفر لي، مش مصدق. يعني طالع فرحان وبحتفل بالقيامة وخريستوس أنستي، بس في الواقع أنا كأني مش مصدق إن اتغفر لي. ولما تتحرك جوايا مشاعر غضب أو كراهية ضد أخويا اللي غلط فيا، وجايز تكون الغلطة دي ليها زمان، الروح القدس بيديني علامات تحذيرية كده إن قلبي لسه مش صافي، مش طاهر، وده بيكون مؤشر إن غفراني ما كانش كامل، ما كانش غفران من القلب. لما أحس كده على طول أجري وأطلب معونة ربنا، أطلب نعمة ربنا إنها تعمل جوه قلبي وتشيل كل مرارة، كل جدر لمرارة خصام أو زعل أو بغضة. كمان محتاج أفكر أنا مين ومين أخويا. أنا طبقا لتعليم الكتاب المقدس والكنيسة أنا إناء لربنا، وأخويا إناء لربنا، أنا هيكل، أنا تلميذ للرب يسوع. لأن الرب يسوع أكيد حضراتكم عارفين الرب يسوع ما جاش عشان يعمل مسيحيين، لكن جه عشان يعمل تلاميذ. في فرق، لان كل مش بالضروره ان كل مسيحي يبقى تلميذ، لكن بالضروره يكون كل تلميذ مسيحي، يعني تابع للسيد المسيح، متعلم من السيد المسيح، مسلم قياده حياته للروح القدس. افتكر انا مين، لان الرب يسوع قال كده: بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي، وقال: يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. افتكر
افتكر انا مين، وافتكر مين السيد المسيح اللي قال عنه القديس بطرس في رسالته الاولى صح 2 وعدد 23، الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا، واذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ربنا يدينا كل النعمة وكل البركة وكل السلام وكل المقدرة إن أقدر بقوة عمل روحه القدوس جوايا وبقوة قيامته إن يديني قلب جديد وذهن جديد، إن أنا أغفر وأمشي في آثار خطواته، النموذج الجميل اللي عمله لنا الرب يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضل يا أستاذ. تلوطت بكل شكر حين نرفع قلوبنا ونقول يا بس اسمك ليأتي ملكوتك كذلك الأرض أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا تدير المسيح هو ربنا، أن لك الملك والمجد إلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم أمين. امضوا بسلام، سلام الله مع جميعكم.